خلال منتدى الدولي بتونس. هاكم اليوم يعني بعد زيارة الأولى اللي تمت الشهر الماضي إلى الجزائر وإلى الأراضي المحررة الصحراوية اللي عبرتوا فيها عن مساندة كل مكونات المجتمع المدني التونسي مع كفاح ونضال الشعب الصحراوي أيام قليلة وقبل انعقاد مجلس الأمن. هاكم مرة أخرى يعني جيتوا كحركة طلابية طليعة نضالات الشعب التونسي في زيارة إلى الجزائر في وقت يعني عنده رمزية، لأن زيارتكم جاءت في وقت للشعب الجزائري يحتفل ب 19 مايو 56، هي كذلك ذكرى يوم الوطني للطالب، ذكرى تحمل في طياتها معاني كبيرة تاع التحرر والحرية والاستقلال وكفاح الحركة الطلابية الجزائرية من أجل ذلك. وكذلك شاركت في إحياء الذكرى 20 مايو 40 لكفاح نضال الشعب الصحراوي، واغتنمت الفرصة أن أحسن عمل وأحسن إحياء لهذه الذكريات هو نشاط رمزي كبير فيه لقاء مع الطلبة الجزائريين التونسيين الموريتانيين والصحراويين اللي تم قبل الأمس، واللي مع بعض تكلمتوا على أنكم لابد من اليد في اليد بدون إقصاء تبنوا مغرب عربي خالي من كل أشكال الاستعمار، ومغرب عربي في تسود فيه حسن الجوار والقيم النبيلة الإنسانية والديمقراطية اللي ما تقصي أي طرف، وكذلك العمل من أجل محاولة كل من يحاول يضرب استقرار الشعوب أو الأمن تاع المنطقة. وكانت فرصة لإرسال برقية اللي مضيتوا فيها كل الحركة الطلابية إلى الأمم المتحدة من أجل أن تأخذ مسؤوليتها حتى تمكن الشعب الصحراوي ينزلي يعاني من الاستعمار في المنطقة باش ياخذ حقه في تقرير المصير طبقا للوائح الأمم المتحدة. ورانا اليوم يعني نلتقي في تقييم كل هذه اللقاءات في لقاء أخوي بمقر اللجنة الوطنية الجزائرية مع الشعب الصحراوي، إيمان منا مشترك كمجتمع مدني يعني زايد على حركة طلابية كمجتمع مدني كامل بكل مكوناته، قناعاتنا وإيماننا بأن الجغرافيا تجمعنا والتاريخ يجمعنا والمصير المشترك يجمعنا والتحديات واحدة. وعلى هذا الأساس يعني نلتقي اليوم بصوت واحد، صوت المجتمع المدني تاع اتحاد المغرب العربي، صوت شعبي وخاصة يتقدمه صوت طلائعي تاع الحركة الوطنية الطلابية من أجل يعني رفع كل التحديات من أجل بناء مغرب عربي خالي من كل أشكال الاستعمار، مغرب عربي فيه العدالة الاجتماعية وفيه التآزر وفيه التضامن والتكامل والأخوة وحسن الجوار، وليتصدى لكل فكرة الكراهية، كما كذلك مغرب عربي رافض لكل أشكال الإرهاب وكل محاولة زعزعة استقرار الأوطان أو ضرب وحدة الشعوب. مغرب عربي كذلك اللي نمنوا به كلنا كمجتمع مدني هو مغرب عربي اللي ما تكونش فيه شعوب زادت محتلة. مع الأسف نعرف بأن الصحراء الغربية مازالت محتلة، وعلى هذا الأساس يعني فرصة أن من المنبر نديو يعني المغرب أن يرجع إلى التعقل ويخلي الشعب الصحراوي بكل سيادة يختار مصيره بنفسه. كذلك يعني لاحظنا باللي خلال زيارتكم كانت عندكم لقاءات كثيرة مع التنظيمات الطلابية في الجزائر وفي نشاطات مكثفة اللي راح تكون مستقبلية. ما يمكنناش كذلك أننا نكونوا في هذا اللقاء وكمجتمع مدني جزائري ما نعبركمش من خلالكم إلى كل الشعب التونسي عن تقديرنا وعرفاننا على كل ما فعله الشعب التونسي في الجزائريين أثناء الثورة التحريرية، فتحوا لنا يعني ديارهم وأبوابهم وأرضهم
للاجئين الجزائريين، وكذلك اللي كانت قاعدة الخلفية لجيش التحرير الوطني من أجل الحرية والاستقلال. وهي هذه القيم اليوم نحن كشعب جزائري فاتحين بها الباب إلى كفاح ونضال الشعب الصحراوي. إذن قيم مشتركة تخلينا اليد في اليد أكثر نواصلوا مساندتنا لكفاح ونضال الشعب الصحراوي. مرة أخرى نشكركم يعني على هذا الدور الرياضي والنضالي تقوموا به، وتلقوا كل الاستعداد لأن عندنا باش نواصلوا معكم هذا العمل المستقبلي من أجل المنطقة ومن أجل إفريقيا والعالم كامل يسدوا الأمن والاستقرار. وبارك الله فيكم. الله يخليك أحمد، مشكور.